قالت الفنانة صفية العمري أنها قدمت شخصيات مختلفة في مسلسل ليالي الحلمية وأحبها الجمهور بجانب شخصيتها في الأفلام المختلفة، ولكن بعد هذا المشوار تم عرض عليها أدوار لا ترضيها لأنها لم تكن في نفس المستوى، لذا فضلت البعد لفترة عن الشاشة. وأضافت العمري خلال استضافتها في برنامج كلمة أخيرة إنه عرض عليها أدوار لا تليق بها، مما دفعها لرفض الظهور على الشاشة لفترة طويلة، مشيرة إنها لم ترفض أدوار الأم أو الأدوار الثانية لأن هذه عدم مرونة منها وهذا غير صحيح. وأوضحت أنا ما ينفعش أطلع علشان التواجد بس، أعتقد أن الدراما بتصنع للشباب لأن الأدوار التانية مساحتها بقت صغيرة والمفروض يدفروا الأجيال مع بعض لأن مفيش بطل أو بطلة مالوش أب أو أم. وأوضحت أن الفن ظلمها في أيامها الأخيرة، وخصوصا لما الأدوار بقت موجودة بس للشباب.